إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتشاركونا بالتعليقات وياريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. تحدث النجم الهندي الكبير سيف علي خان مؤخرا عن الجدل المتعلق باسم ابنه تيمور، وأكد خان أنه لا يصح أن نحكم على الماضي من خلال عدسة اليوم، فأي اسم مهما كان لا يعني أي شيء في الواقع. وأشار خان في لقاء صحفي أن اسم تيمور لا يعدو أن كونه مجرد اسم لطيف ولا يحمل أي دلالات سياسية، بعيدا عن كونه يرجع لقائد الحكم المغول التركي تيمور لنك الذي ربما كان عنيفا. ده سيف علي خان مع ابنه تيمور. وأضاف زوج الممثلة كارينا كابور أن أحد أبناء هذا الإمبراطور كان يدعى شاروخ، وإذا ما أخذنا بنفس الفهم سنصل حتما إلى تغيير أسماء الجميع، حتى مطار كالكتة سنحتاج لتغييره. هنا مع زوجته الحالية كارينا كابور. وفي حوار شرح سيف العداء للإسلاموفوبيا قائلا: أنا على علم أن هناك قدر معين من الخوف من الإسلام في العالم اليوم، لكن لا يمكنني تسمية ابني ألكسندر أو رام، لذلك لماذا لا يحمل اسما مسلما لطيفا وتربيته تكون على القيم العلمانية؟ وهنا وهي كارينا كابور لسه والدة. هنشوف الصور سيف علي خان وكارينا كابور في المالديف، هنا وهم في المالديف بيستمتعوا بوقتهم. وكان النجم سيف علي خان قد رزق بنجله الأول من زوجته النجمة كارينا كابور في منتصف ديسمبر 2016، وأطلق عليه اسم تيمور. سيف علي خان اسمه الحقيقي هو ساجد علي خان، ولد في 16 أغسطس 1970 بنيودلهي الهند، وهو ممثل هندي في أفلام بوليود. ده سيف علي خان مشهور جدا. ينحدر من عائلة مسلمة، وهو ابن منصور علي خان والممثلة شارميلا طاغور، ولديه شقيقتان الممثلة صبا علي خان وسهى علي خان. هنا سيف علي خان مع والده، وهنا والدة سيف علي خان ممثلة شارميلا طاغور، هنا والدة سيف علي خان وشقيقته سهى علي خان، هنا شقيقة سيف علي خان الكبرى ممثلة سهى علي خان، هنا صورة نادرة من طفولته مع والدته وشقيقتيه. والجدير بالذكر أنه كان متزوج من الممثلة المشهورة أمريتا سينج، وقد دام زواجهما طيلة 15 سنة قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض. هنا على اليمين أمريتا وعلى الشمال كارينا كابور. برأيكم مين الأجمل؟ شاركونا بالتعليقات. دي صورة تانية، أمريتا اللي على اليمين، كارينا زوجته الحالية اللي على الشمال. هنا سيف علي خان مع ابنته الكبرى من أمريتا. دي عيلة سيف علي خان. هنا مع صديقته الإيطالية السابقة. هنا مع زوجته الأولى أمريتا وأولاده. هنا زوجة سيف علي خان الأولى وأخته وابنته الكبرى أمريتا وبنته. وقد انفصل بعد أن رزق بالطفلين سارة وإبراهيم. تزوج بالممثلة الأكثر شهرة كارينا كابور في عام 2012 ولديهما ابن اللي هو تيمور. دي أمريتا سينج. هنا مع بنته سارة وابن إبراهيم. هنا مع أمريتا سينج. هنا بعد كده مع كارينا كابور زوجته الحالية. الاتنين أجمل من بعض طبعا.
وقد صرح نجم بوليود سيف علي خان في إحدى المقابلات الصحفية عن أسباب عدم عمله مع زوجته النجمة كارينا كابور. وقال سيف إن العمل مع الغرباء هو أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للجمهور، وأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا، إنها مهنة أنانية. عندما يقوم الرجال بالتصوير مع الفتيات، يكونون في بعض الأحيان أكثر قلقًا بشأن عضلاتهم ثلاثية الرؤوس وكيف يبدو شعرهم. هذا هو السبب في كون الأزواج الحقيقيين في بعض الأحيان أقل إثارة للاهتمام، وكان جمهور سيف وكارينا قد تساءلوا مرات عديدة، لماذا لا يعملان معًا في أعمال سينمائية جديدة بعد مرور 6 سنوات على آخر فيلم لهما، رغم أنهما عملا معا في السابق في 5 أفلام. ويعيش تيمور حاليا مع مربيته التي يقضي مع الكثير من الوقت بسبب انشغال والديه بتصوير كثير من الأعمال الفنية. ومن ناحية أخرى، تلقت ابنة نجم بوليود سيف علي خان إخبارا قانونيا من المخرج أبي هاشك كابور للمطالبة بتعويضات بدعوى عدم احترام شروط عقدها. وفي التفاصيل، فقد تقدمت شركة كابور بدعوى ضد سارة البالغة من العمر 24 عاما بسبب خلاف في مواعيد الفيلم الأول لها. وفقا لمصادر إعلامية، فقد ذكر كابور في شكواه أنه في عام 2017 قام بإنتاج فيلم، وقال إن سارة وافقت على أن تتولى البطولة في اتفاق تم التوصل إليه في شهر سبتمبر. وأضاف كابور أن سارة كانت قد أعطت موافقتها بالحضور بأي وقت خلال التصوير، لكن عندما أخبرها فريق الإنتاج ببدء تصوير مشاهدها، قال وكيلها أنها لن تكون جاهزة بسبب ارتباطات أخرى في التوقيت نفسه مع النجم رانفير سينج. وكانت سارة ووالدها سيف علي خان قد زار مكتب كابور في محاولة لحل القضية. طبعا كبرت، بقت حوالي دلوقتي 25 سنة، دي بنته جميلة زي والدتها أمريتا سينج. من ناحية أخرى، ظهر خان لأول مرة في عام 1992 وارتفع إلى الصدارة مع أداءه في ديل شاهدة هاي 2001، والذي تميز بنقطة تحول في حياته المهنية. وكان أداءه في نيخيل أدفاني 2003 سببا لفوزه بجائزة أفضل فيلم في فيلم فير، وفاز بجائزة أفضل ممثل عن أدائه في الطنين 2004. ليه صور متفرقة ليه خلال فترات كبيرة من حياته. لو أعجبكم الفيديو، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.